يتعرض الإنسان بطبيعة الحال إلى الكثير من الأحلام المزعجة التي قد تدفعه للاعتقاد بأنها حقيقة، وهي تؤثر بشكل سلبي على يومه وتفكيره، وخاصة لو كان المنام متعلق بالحياة الزوجية. لذلك سنقدم لكم اليوم تفسير حلم الزعل بين الزوجين، ونوضح المعنى والرسالة من ورائه. يرى الكثير من العلماء أن تفسير حلم الخناقات والخصام بين الزوجين هو دليل على وجود مشاكل يومية بينهما، أو يدل على معان غير جيدة. ولكن في الحقيقة أن هنالك العديد من التأويلات التي تشير إلى أن الغضب والزعل بين الزوجين يدل على كمية كبيرة من الحب يكنها كل زوج للآخر، ولكن يقوم الزوجين بإخفاء هذه المشاعر عن الآخر لسبب ما. وقد يدل هذا الحلم أيضاً على استقرار الحياة الزوجية ووجود ثقة متبادلة بينهما، كما يمكن أن تكون أيضاً هذه الرؤية دليل على تعرض الرأي لضغط نفسي شديد، وليس بإمكانه تفريغ هذا الضغط في الحياة العادية، مما يدفعه لتفريغه بهذه الطريقة داخل المنام. وأكد ابن سيرين أن رؤية الحزن والشجار مع الزوج لا يدل حصراً على وجود كره أو عداء بينهما، ولكن قد يدل على وجود بعض المشاعر السلبية والخلافات العابرة التي يعجز صاحب الرؤية عن تصريفها أو حتى التعبير عنها في الواقع. لذلك التعرض لهذه الأحلام، وهذا ما يسميه ابن سيرين تعبير العقل الباطن وتصفيته ضمن الأحلام. لذلك إن رأى أحد الزوجين وجود زعل ومشاكل بينه وبين زوجه، فعليه أن يراجع حياته ويتأكد من عدم وجود مشاكل كارثية فيها، وأن يصفي قلبه تجاه الطرف الآخر حتى يعود الحب من جديد.